والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم نشيد أقبل العيد للصف الرابع الابتدائي مادة لغتي الترم الأول 1442 هجرية بطريقة فنية مع الأبطال سارة وأحمد. أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود، وخرجنا نتحلى فيه بالثوب الجديد، وخرجنا نتحلى فيه بالثوب الجديد، وتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، وتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد، فأت يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد، فأت يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد، وامض يا عيد وعد باليمن في عهد حميد، وامض يا عيد وعد باليمن في عهد حميد، يا بني العرب بقيتم للعلا في كل عيد، يا بني العرب بقيتم للعلا في كل عيد. أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود، وخرجنا نتحلى في بالثوب الجديد، وخرجنا نتحلى فيه بالثوب الجديد، وتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، وتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد، فأت يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد، فأت يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد، وامض يا عيد وعد باليمن في عهد حميد، وامض يا عيد وعد باليمن في عهد حميد، يا بني العرب بقيتم للعلا في كل عيد، يا بني العرب بقيتم للعلا في كل عيد. أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود،
فخرجنا نتحلى فيه بالثوب الجديد، فخرجنا نتحلى فيه بالثوب الجديد، فتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، وتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد. فأتي يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد، فأتي يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد. أمضي يا عيد وعد باليمن في عهد حميد، وامضي يا عيد وعد باليمن في عهد حميد. يا بني العرب بقيتم للعلا في كل عيد، أقبل العيد فأهلا بتباشير السعود، قد نعمنا بسرور ما عليه من مزيد، وحبانا أبوانا بالهدايا والنقود، وخرجنا نتحلى فيه بالثوب الجديد، وتصافحنا بأيدينا على صدق العهود، ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد. فأتي يا عيد وأفرح أمة الجيل السعيد، وامضي يا عيد وعد باليمن في عهد حميد. يا بني العرب بقيتم للعلا في كل عيد. في الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.